نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشراقت Accept all your efforts, hardships, and dedications. You mentioned one thing is we have to go back and keep reminding them. No. That is the nature of our deen. Allah even mentions to the Nabi sallallahu alayhi wa sallam in the Quran, لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. That you are putting so much effort, it looks like you're going to destroy and hurt yourself. حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون العين أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رغوفا يا رحيما يا حليما، يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشهاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملال الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعفو عن ذنبي وحقق لي مرادي. بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملال الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعفو عن ذنبي وحقق لي مراد. بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشادي.